هاي منين يطوع؟ هاي المنطقة ورا ما انضربت ثلاث ايام حد يصلح، بس هم يجون عليها يطوعون. يوم أمس وردنا أخبار بوجود جثث تحت الأنقاض في عمارة الطاهرة اللي موجودة في منطقة حي الشفاء. تحركت فرق الدفاع المدني منذ الصباح الباكر إلى هذه المنطقة بإسناد مديرية بلدية الموصل والهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، وبحضور اتحاد الصحفيين فرع نينوى إلى هذا الموقع. العمل جاري منذ الصباح الباكر وإلى هذه الساعة. العمل شاق لأنه العمارة تتكون من عدة طوابق وسرداب. إن شاء الله الله يمكننا أنه ننجز هذا الواجب، وعازمين على إكمال هذا الواجب. إشارة إلى توجيهات السيد مدير البلدية والسادة المعاونين والشكوى الواردة إلينا من أحد المواطنين حول وجود ذويه تحت الأنقاض في عمارة الطاهرة، تحديدا في منطقة الشفاء. طبعا هذه العمارة قصفت قبل البدء العمليات على الجانب الأيمن، وبقى ذويه تحت الأنقاض. اليوم بالتعاون مع الدفاع المدني والحشد الشعبي نقوم بانتشال هذه الجثث من تحت الأنقاض. نشكر قناة الموصلية اللي تتابع الأخبار واللي تقدم الحدث يوم بيوم داخل مدينة الموصل. قام اتحاد الصحفيين العراقيين فرع نينوى بالتعاون مع رجال الدفاع المدني وبلدية الموصل بانتشال الجثث الموجودة في عمارة الطاهرة في منطقة الشفاء قرب مستشفى الجمهوري، اللي أعدادهم أكثر من 7، ولحد الساعة الواحدة ظهرا قمنا بانتشال جثث عدد 2 اللي موجودات. وما بس يختصر عملنا على الجثث اتحاد الصحفيين العراقيين في فرع نينوى، إنما عندنا دورات تثقيفية ودورات إعلامية وللتصوير وكل الشغلات اللي تخص مدينة الموصل من الشكاوى والاقتراحات المواطنين موجودة عندنا داخل الاتحاد. ونقدم شكرنا وجزيلنا لكل من قدم لأهالي مدينة الموصل خدمة في ظروفهم الصعبة. ما كم طفل وما كم طفل قل لي ما كم طفل؟ أربعة أطفال صغار كبار، يعني هاي قمصانهم، يعني هاي موجودة. اليوم قاموا الدفاع المدني ب يعني تنظيف المكان وطلعون الجثث، وطلعوا الجثث وتعرفت عليهم. ونحن مشكورين طبعا من الدفاع المدني والبلدية لأن وقفوا معنا، ومن الباحة جو وما شافوا المكان، واليوم جو من الصباح واشتغلوا وطلعنا جثث 2، وبعد عندنا جوا ومستمرين يعني بالعملية. هم اخويا ومرته وولاده. شلون تعرفت؟ شلون قدرت؟ تعرفت عليهم عن طريق الملابس والمفروش مالهم، يعني بالقاع كان محفورة ولهذا، ومستمرين بالعمل يعني مالتهم. ونحن نشكرهم طبعا.